مساء الخير. عم تدرس السلطات اللبنانية والروسية عملية تصدير بعض المزروعات إلى روسيا، ومنها العنب والبندورة والبطاطا والتفاح والحمضيات، وكلها سلع عليها طلب من الأسواق الروسية، وقادر لبناني يلبي الطلب. هالعملية بتندرج بإطار فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية وتعزيز تصدير المنتجات اللبنانية للأسواق أو بالأسواق العالمية. بالعودة لطقسنا، أجواء صيفية عادية مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، بيتخللها بعض الأمطار الليلية ببعض المناطق الشمالية. الحرارة معتدلة والرطوبة انخفضت، الهواء خفيف، البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 130 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجبلية والشمالية، ولبكرة طقسنا غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 22، على المرتفعات 19، بالبقعة 13 والأرز 10. ومننتقل لنشوف جولة على درجات الحرارة لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. عكار بينه 28، راشانة 29، الروشة 30، دير القمر 28 درجة، وسور 28، نبطية 25، مشغرة 25، جديدة 28، بعلبك 29. أما الرطوبة فبتتراوح بين 45 و70%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، رياح غربية إلى جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 22 أدناها أقصاها 31، وبتكمل على هالحال لنهار الجمعة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 29، دمشق 34، والقدس 27. ننتقل من بعدها إلى طرابلس 40، وتونس 33، ومننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل 21. وهيدا كان كل شي. باي.